السلام عليكم، مرحبا بكم مع اليوم فيديو جديد بعد رمضان الكريم. وهذا ثالث يوم تاع العيد. نتمنى الجميع يكون عيد لاباس وبخير وبصحة جيدة ان شاء الله. غادي نقدم لكم الشوربة الشعرية، السفة بالشوربة الشعرية مدفونة بالدجاج، كتجي بنينة ورائعة في المذاق. عندنا فيها هنايا 3 تاع البصلات مشلضين مزيان، وهنايا عندي الدجاج، وكل واحد يدير الكمية اللي يبغى. درت هنايا 3 تاع الطرا في 4 تاع الدجاج، وعندي هنا العطريه حبه كحله، خرقوم، بزار حمار، سكنجبير، والقرفه، شويه د الملحه والزيت، باش غادي نقليو ونطيبو المقادير اللي عندنا. غادي نبداو على بركه الله. اول حاجه غادي نديروها، خصنا نديرو هنايا عندي هكا مقله كبيره باش نطيب. درت فيها الزيت سخن، غادي ندير فوقها البصله مشلضه مزيان رقيقه كما كتشوفوا معايا، من بعد غادي ندير فوقها الدجاج، غادي نخليهم يتقلاو مزيان. بعد ما نديرو العطريه ندير الملحة، نقص شوية البوطة باش ما تحرق لناش البصلة. نبدي دركا ندير العطرية اللي نستحقوها اللي تجي في وسطها. ندير شوية سكنجبير، هذا المقدار كما درت، نص معلقة كبيرة. السكنجبير كيجي بزاف مع الدجاج كما نعرفو كاملين، الضروريات. وعندي هنايا شويه حبه كحله، حتى هي نديرو بنص المقدار، نص معلقه. وعندي هنا خرقوم، غادي نزيد بزار احمر، وفي الاخير نزيد شويه القرفه. واش تحل؟ هي تحلت، يكون مش خطره مع الصين. يزيو شويه القرفه هذا الكميه، حقاش القرفة ضرورية في هاد الوصفة، حقاش كتوال معها بزاف. نحرك الخليط ديالي مزيان، باش ديك العطرية تدخل كاع في المقادير والدجاج والبصلة كلشي. نخلطهم مزيان باش كلشي يتجانس. وغادي نخليهم يتشحروا مزيان يتقلاو، المهم البصلة يطلق الماء ديالها. بصح غادي نزيدي واحد شويه د الماء، ماشي بزاف، اي واحد شويه باش ما تحرقليش. وصايي كما نعرفوا البصله كتطلق الماء بزاف، صايي بهاد الكميه. ونخليهم يطيبوا على خاطرهم، نخلو البصلة والدجاج يطيبو مزيان. ونمشيو دركا في هاد الأثناء نخليها طيب على خاطرها، وحنا نمشيو نوجدو الشوربة، طريقة المقادير اللي غادي يكونو عندنا فيها. والطريقة عندي هنايا الشوربة تاع، المهم أنا كنفضل هادي الشوربة الشعرية ديك الرقيقة تاع داري، يعني بحال تاع القمح، مكتغردش مكات حتى شي حاجة. عندي هنا شوية اللوز مقلي، وشوية الزبيب، غيزان ساك مجفف هكا، العنب المجفف، شوية سكر كلاصي، والزبدة، وشوية الزيت باش غادي ندهن الشوربة ديالي. انا عندي الشوربة، درت هنا 500 غرام تاع الشوربة الشعرية ديك الرقيقة. اول حاجة غادي نديروها
بسم الله على بركة الله. غادي نخوي الشوربة هنايا شي قصعة ولا كما نقولوا تكون عريضة باش تسهل علينا المأمورية من خلطوها و تبقى نفوروها باش تسهل علينا باش نحل. خصنا نفتح نسرحوها مزيان. غادي ندير فوقها شوية الزيت. ونخلطو هكا الزيت باش تدخل في كل الاجانب تاع الشوربه كل جهات الداخل وكل شيء باش ما تغدش لنا الشوربه ديالنا وتجي تجينا زينه كما نبغيو بهذا الشكل. ودروك غادي نجيب شويه د الماء. الماء عادي ما يكون لا سخون لا والو بارد باش غادي نرشوها شويه بصح ما نرشوهاش بزاف واحد شويه كميه قليله باش ما تغردش. بقاش غادي نفورها 3 مرات يعني هاد العملية كتعاود 3 مرات ماشي مرة واحدة. دوكا ملي رشيتها غادي ندخل ديك الماء في كل جهة تاع الشوربة ونجيبو واحد الكسكاس. حنا كنقولو الكسكاس ما كانش شي جهة تقولو شي اخرى جهة كيقولو شي سمية اخرى بصح ما عارفاش. حنا نقولو الكسكاس تاع الطعام ولا باش يتفور بهذا الشكل. نديرو في وسطو يكون عندنا القدره قبل درنا فيها الماء وخليوها باش داك الماء يكون طايب باش في ساكس يعني الشوربه ديالنا ولا الطعام في ساعة تفور بهذا الشكل. ونديروا كاع الكميه اللي عندنا في وسط الكسكاس. كما قلت لكم هنا عندي 500 غرام تاع الشوربه يعني رطل نصف كيلو. وعادي نديرها في تفور على خاطرها. دوك خصنا نبلعوها ما نخلوهاش محلوله باش تفور في الساع يدخل هذاك الحمان داك البخار نتاع الماء اللي لتحت. هيا دوك من بعد ما تفورت كما تشوفوا معايا هاي نسرحها مزيان بيديا. خصنا نحلوها بيدينا باش ما تعجنش. واخا تكون سخونه خصنا نسرحوها بيدينا هكا. من بعد غادي نرشوها بشويه د الماء هذه المره الزوجه. وهذه العمليه كما قلت لكم تكررت 3 مرات. دروك غادي خصني وحده نزيد لها وحده وصاي من بعد ما رشيتها بالماء غادي نردها الكسكاس ونخليوها تفور عاوده مره ثانيه وحتى تولي طبع ونفرق على بعضها بعض تجي يعني هائله تجي زوينه بزاف كما تشوفوا معايا. خصنا نسرحوها مزيان هكا باش ما تعجنش. ومن بعد غادي نردوها للكسكاس كما العمليه الاولى. غادي نعاودو المره الجوجه عاود خص 3 مرات. هاد الاثناء دروك غادي نجبدو داك الدجاج اللي درناه يطيب. راه عندي طاوسه هي خصني نقلعو نخليو ديك لاصوص تاع قاد بوحدها. خص هاديك لاصوص تاع ديك تاع البصله كلشي تجي عاقده وتجي زوينه تجي حلوه بالبصله. نقلعو داك الدجاج يبرد باش نديروه لتحت. كان اللي يبغي يفتو كان اللي يخليها هاك. انا نفضل نخليها هاك كيما نديرو في الشوربه. غادي نرمي فوقها شويه هاد العنب المجفف غادي نزيد له واحد شويه نطفيها عليه لواحد 20 دقيقة ولا صافي لا 15 دقيقة. هاد الاثناء جبت الشوربه ديالنا حتى هي تفورت. هادي الاخيره دروك غادي ندير لها شويه د الملح
وعاد يزيد لها شوية الزبدة باش تجي نار تبقى وتجي زينة. الكمية قليلة ماشي بزاف. ندخلو ديك الزبدة لداخل كاع في الشوربة اللي عندنا. يا ديجا راه عندي دوك الشوربة حامية يعني في ساعة دي الدوب. وغادي نزيد نرشها شوية د الماء ماشي بزاف ونديروها التفويرة الأخيرة وصايي ونمرر المرحلة الأخيرة باش مرحلة التقديم. دوكا راه غادي يبقى عندنا كلشي موجود، الشوربة يعني غادي نزيد لها التفويرة التالية وصايي. لاصوص ديالنا راها موجودة، الدجاج موجود، غادي نمروا لآخر المرحلة الأخيرة مرحلة التقديم. بعد ما تفورت الشوربة ديالنا ها هي أنا غادي نوجدها مرحلة، غادي نديرها بهذه الطريقة نقدمها. جبت واحد الطاجين هكا بهذا الشكل، غادي نفرش الشوربة لتحت هكا كما راكم تشوفوا معايا. سرحوها مزيان كل جهات وغادي ندير فوقها الدجاج اللي طيبت. اللي بغى يفتو يفتو، انا نفضل هكا، كان اللي بغى يفته كان اللي لا، كل واحد والطريقة ديالو، انا نفضل هكذا. ومن بعد غادي نجيب ديك الدغميره، ديك البصله والعين المجفف اللي طايبين وكل شيء، ديك لاصوص تاع اللي طابت فيه وسط الدجاج، غادي نزيدو فوقها. ها هو الشكل ديالها دركا جايه عاقده، شوفوا خصها تجي عاقده ما تجيش ماويه بحال هذا الشكل كما راكم تشوفوا معايا. ونديرو الكميه الكافيه اللي باش ما تجيناش ناشفه بزاف، شويه شويه. وعادي نزيدو فوقها دركا طبقه اخرى نتاع الشوربه. بهذا الشكل يعني بحال ندفنوها، ندفنو الدجاج وسط الشوربه، يعني بحال فيها 3 طبقات، الاولى والزوجه والثالثه، يسموها الشوربه السفه المدفونه. بالحبه باش يتقاد لي داكشي لداخل. وفي الاخير غادي نزينها باللوز اللي طحنتو شي شويه بهذا الشكل. داك التزيين كيبقى اختياري، كل واحد يزين باش ما بغى. درت هنا شويه اللوز، يعني غادي ندير جميع الاجانب بجوج جهات كاملين، شويه د القرفه عاود، شويه د الزبيب، داك العنب المجفف حتى هو درتو هكاك ناشف للفوق. وغادي نزيد شويه د القرفه بهذا الشكل. اش قرفه ضروري كتكون في السفه، الى السفه تاع الشوربه الى تاع الطعام من الضروريات. وغادي نزينها هنا شويه د البيض اللي قطعته هكا لي طرونش رقاق هاد الشكل. هذا هو الطبق ديالنا موجود، نقدروا نقدموه وبالصحة والراحة. ونتمنى الوصفة تاع اليوم تنال الإعجاب ديالكم. حق هذا الطبق كيجي رائع، يعني من الاطباق المفضله بعد عندي انايا، والاطباق المفضله الاطباق المغربيه، كيكون يعني في المناسبات ولا حتى في الايام العاديه ديالنا هكا كنوجدوه. يعني ماشي شي حاجه يعني سهل التحضير. وهنا نسيت باش نقول لكم، اللي بغيتي تزيدوا سكر كلاصي من الفوق
باش تجيكم شويه حلوه يعني اضافيه. صاي اللي بغى يزيد يستغنى عليها يقدر يستغنى عليها، اللي ما يبغاش الحلاوه ولا اي واحد شويه كميه قليله وصاي. المهم هذا هو الطبق ديالنا، ونتمنى يتنال الاعجاب ديالكم، ولو عجبتكم الوصفه تاع اليوم هنستنى الاعجاب ديالكم. يلا بالصحه والراحه.